أعزائي المشاهدين مساكم الله بالخير، حياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل أبو غازي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور يا فهد، حياك الله وساعة المباركة. واليوم راح نستكمل حديثنا عن هذا الكتاب القيم اللي هو كأس آسيا من 1956 إلى 2004 من إعداد الباحث الغدير مرزوق العجمي أبو ناصر، وأصدر هذا الكتاب في عام 2007. طبعاً أبو ناصر مثل ما أسلفنا بالحلقة اللي طافت، هامة إعلامية صراحة بالتوثيق وأيضاً بالنقد وبالصحافة بشكل عام. صراحة يعني له إصدارات جميلة جداً، يمكن توجها بكتابة اللي هو الأزرق التاريخ والجذور، اللي كان يتكلم عن بداية الكرة في الكويت يمكن من 1903 أبو غازي. نعم. وهو يتكلم وشغل متعوب عليه، يعني أنا أتمنى يعني من القائمين في الدولة إن شاء الله ما راح يقصرون إنهم يلتفتون للأبديت اللي بيسويه. يعني هو لغاية 2015 أعتقد الكتاب يمكن يبي له أبديت أو جزء ثاني. أنا أتمنى إنهم يلتفتون له بالفعل، يعني كتاب قيم على مستوى الوطن العربي، ما حد سوى إنه سوى أو يعني رصد المسيرة الرياضية لأي منتخب في بلده على مستوى الوطن العربي أعتقد، يعني وبالخليج بشكل عام خاص، إنه يرصد بداية كرة القدم في البلد اللي هو عايش فيها إلى غاية اليوم، مثل ما سوى الإعلامي أو الموثق أو الناقد الرياضي مرزوق العجمي. بالفعل يعني قدر يعمل توليف، وأيضا بعد له كتب ثانية مثل كتاب نادي الحبارة، هو يقولون إحنا نقول الحبارة بس يسمونه نادي الحبارة. أيضا كتاب يتكلم عن النشاط الرياضي لشركة نفط الكويت ومتى بدأ هذه الاهتمامات. يمكن هو يعشق الأحمدي أبو غازي أبو ناصر، عشان كذي كانت توجهة للمدينة الأحمدي. اليوم طبعا راح نتكلم عن البطولة الخامسة، احنا تكلمنا عن نعم وصلنا الرابعة الحلقة الماضية. البطولة الخامسة شهدت مشاركة أول فريقين عربيين يشاركون في البطولة، منتخب الكويت ومنتخب العراقي، هما نفسهم اللي كانوا في بطولة في تصفيات غرب آسيا. تصفيات غرب آسيا أقيمت في الكويت وكانت مشاركين فيها تقريبا دول غرب آسيا، سوريا، لبنان، الكويت، أعتقد بعد ما أدري والله وياهم أي فريق. منتخب إيراني ما قدر يشارك، ما شارك لأنه حامل اللقب، فشارك في البطولة هذه بصفته حامل اللقب مع منتخب تايلند بلد مستضيف. نعم. تأهلوا منتخب الكويتي والعراقي، العراق الأول الكويت الثاني، وشاركوا في البطولة هذه اللي هي بطولة البطولة الخامسة التي أقيمت في تايلند 1972. نعم. طبعا البطولة الخامسة في تايلند مثل ما تفضلت فهد 1972، النحس يطارد الأسطورة في بانكوك. بانكوك أصدرت شهادة ميلاد الأسطورة تشا بومكون. كوري. اي يعني هذا انه وصلوا النهائي صحيح. أيه. الظهور الاول للعرب بمشاركه الكويت والعراق. صحيح. تايلند تقدمت على ايران بهدفين ثم انتكست في 5 دقائق. كمبوديا حققت المعجزه. صحيح. وهزمت الازرق برباعيه تاريخيه. صحيح. 3 كانت تهنا، تصدق انا اللي عرفت انه كانت 3-0 اعتقد، 3-0 او اي 3-0 كانت يمكن تساعد منتخب الكويت التاهل، لكن احنا خسرنا 4 امام اضعف فريق في البطوله. شو السبب؟ والله ما ادري. احنا تعادلنا، احنا فزنا على كوريا 2-1 هدف ابراهيم دريهم، وهدف ايضا احرزه محمد سلطان، الهدف اللي للاسف انه مو مسجل كان من افضل اهداف. تذكر يعني لما خالد الحربان قال عن هدف جاسم يعقوب اي محمد سلطان اللي احرزه في دوره الالعاب الاسيويه؟ اي هدف جاسم يعقوب بروسيا؟ لا مو بروسيا، هدف جاسم يعقوب في دوره الالعاب الاسيويه اللي تقيمت في طهران 74. أيه. بعد البطوله هذه بسنتين احرز جاسم هدف صاروخي يعني تقريبا من منتصف الملعب، فاحرز الهدف علق عليه خالد حربان قال اي محمد سلطان، يعني افضل من هدف محمد سلطان، معناته ان هدف محمد سلطان كان خارق في تلك الفتره. نعم. بس رايك نطلع فاصل؟ تقصدك فهد بعدها باربع سنين بايران؟ بعدها بسنتين. سنتين. 4-2 الالعاب الاسيويه مو كاس اسيا. إيه. نعم صحيح. ايش رايك نطلع فاصل ان شاء الله بعدين نتابع بقيه الحلقه؟ اعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلوكم معنا، فاصل قصير وراجعين لكم.
أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملة بقية حلقتنا، وإحنا في البارت الأول كنا ولا زلنا مع كتاب كأس آسيا من 1956 لغاية 2004، الكتاب اللي ساهم فيه أو عدة الأستاذ مرزوق العجمي أبو ناصر، بالفعل قدم كتاب من أجمل الكتب صراحة. احنا تكلمنا طبعا قبل الفاصل عن مباراة كمبوديا والكويت. نعم. كمبوديا حققت المعجزة وهزمت الأزرق برباعية تاريخية. صحيح. مفاجأة كانت. صحيح. إيران احتفظت بالكأس بقيادة الثنائي جباري وكلاني. كلاني. قائد إيران مصطفى عرب يحمل كأس آسيا للمرة الثانية. هذه ثمانية من هذه التشكيلة كانوا ضمن الفريق الحاصل على الكأس في عام 1962 و72 مكتوب 72 اي اي هما نفس التشكيلة تقريبا اي بس اذا موجودة مباراة الكويت نحاول نتطرق لها ان شاء الله. هذا طبعا الكويتي جواد خلف صاحب الهدف تايلند الهدف العربي الاول في تاريخ البطولة. صحيح. يعني هذه معلومة مهمة، اول هدف عربي كان عن طريق جواد خلف. جواد خلف نعم. طبعا تكلموا عن تكلم بعض الاحصائيات في هذه البطوله. طبعا اول هدف حسن علي كلاني ايران، اخر هدف حسن علي كلاني ايران. اسرع هدف في الدقيقه الثانيه وسجله بارك تشون كوريا الجنوبيه امام الكويت. الهداف حسن علي كلاني ايران 5 اهداف. اصغر لاعب طبعا شا بوم كون كوريا الجنوبيه 19 عاما و5 ايام. أكبر لاعب إبراهيم شتياني إيران 30 عاما وشهر واحد. هدافه البطل طبعا 12 هدفا. حسن كلاني 5، علي جباري 4. يعني وهذه طبعا إحصائية جميلة من الأستاذ مرزوق العجمي. إذا حاطين نتائج الكويت إيه شوف هالحين طبعا هني حسن علي كلاني هداف البطولة، صورة لحسن علي كلاني، وهني صورة جميلة الأسطورة بيليه يتوسط 4 من نجوم كوريا الجنوبية في عام 72. وهذا طبعا المنتخب الإيراني الذي شارك في أولمبياد ميونخ بعد أشهر من الفوز بكأس آسيا. صحيح. صورة المنتخب الإيراني اللي شارك. صحيح. طبعا خلينا نشوف الدور التمهيدي، تبي ولا نروح المجموعات؟ الدور التمهيدي ما في. دور التمهيدي إيران فاز على كمبوديا 2-0، كوريا الجنوبية فازت على العراق تعادلت مع العراق 0-0. الكويت فازت على تايلند 2-0، طبعا جواد خلف وفايز مرزوق. المجموعة الأولى طبعا خلينا نشوف مباريات. هذا عشان يوزعون الفرق يلعبوا ايه بينهم. ايه شوف مباريات الكويت. كوريا الجنوبية الكويت 2-1. الكويت. الكويت سجل أهداف محمد سلطان وإبراهيم دريهم. صحيح. كمبوديا الكويت 4-0 لكمبوديا. يعني سجل أول هدف دقيقة 23 و56 و59 و80. يعني هذه كانت فاجعة. انتهت طبعا كوريا لعب 2 فاز 1 نقاطة الأول هو مجموعة، والثاني كمبوديا، والثالث الكويت. يعني كل واحد فيهم فاز لعبة. صحيح. بس الأهداف على الكويت أكثر. اي بس الاهداف الكويت الاخير. صحيح. اي الاول كوريا الجنوبيه، كل واحد فيهم فاز لعبه. وصلنا التجوري ابو غاسي. التجوري يا ابو فهد، هذه الصوره اللي هو اللي سموه اسطوره تشانغ بوم كون، فريق كوريا الجنوبيه، تاريخ الميلاد 53 1953، الطول 177 سنتي، عدد المباريات الدوريه 121، الاهداف 55. هذا بالإضافة نطلع أنا مون عليك أبو غازي. ايه؟ نحط صورة جواد خلف. صورة جواد خلف. ايه؟ صورة ايه؟ جواد خلف. أي والله يستاهل. صاحب أول هدف عربي في كأس آسيا. الكابتن جواد خلف نجم نادي اليرموك، أو الدكتور جواد خلف نجم نادي اليرموك والمنتخب الوطني وهداف دورة الخليج الثالثة الأولى، مناصفة مع رحمة الله عليه محمد المسعود برصيد 3 أهداف. أعزائي المشاهدين، وصلنا نهاية حلقتنا. لا يسعني في نهاية الحلقة لأني أشكركم على المتابعة، وأشكر زميلي فهد عبد الجليل. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.